مرحبا أركداشلار. تكين شاب تركي أخذ رفقاته الستة ورايحين يتغدوا مدري يتعشوا بشي مطعم. يا مرحب بمتابعي قناتي على يوتيوب. أنا أحمد عبد المجيد وأنت الآن تشاهد الدرس الثاني من دروس سلسلة تعلم القراءة والمحادثة باللغة التركية. بدرسنا اليوم رح نتعلم مصطلحات وجمل مستخدمة في المطعم، ومثل ما حكيت لك بمقدمة الدرس، تكين شاب تركي عازم رفقاته الستة على المطعم. خلونا نشوف شو الحوار اللي صار ونتعلم نحكي تركي بطلاقة الأتراك. أول ما دخلوا على المطعم استقبلهم النادل أو الجارسون. بويرون هوش جالدينيز، بويرون هوش جالدينيز، تفضلوا أهلا وسهلا بكم. فيرد عليه تكين هوش بولدوك، هوش بولدوك يعني سررنا بلقائكم، هوش بولدوك. يرد عليه الجارسون كاش كيشيسينيز أفندم، كاش كيشيسينيز أفندم يعني الجارسون عم يسألهم كم شخص أنتو. يرد عليه تكين يدي كيشيز، تكين ورفقاته الستة يدي كيشيز، يدي كيشيز يعني سبع أشخاص، ما شاء الله سبعة، اللهم صل على سيدنا محمد. يرد عليه النادل شو ما صا أون كيشيلك بيرون، شو ما صا أون كيشيلك بيرون يعني هديك الطاولة لعشر أشخاص، أون كيشيلك شو ما صا أون كيشيلك بيرون تفضل. يسأله تكين بنجرينين يانندا بير ماسا يوك مو، بنجرينين يانندا بير ماسا يوك مو يعني ما في طاولة قريبة على الشباك، ألا يوجد طاولة قريبة على الشباك. بنجرينين يانندا بجانب الشباك، بنجرينين يانندا بير ماسا يوك مو ألا يوجد. يرد عليه النادل شو ما صابوش يا فاندم، هديك الطاولة الفاضية منين يجي لك طاولة جنب الشباك هلا، شو ما صابوش يا فاندم هديك الطاولة فاضية يا سيدي، شو ما صابوش يا فاندم. يرد تكين على مضض تمام تمام أورايا أوتورالم، تمام تمام أورايا أوتورالم تمام خلينا نقعد هنيك فلنجلس هناك، أورايا أوتورالم أمري لله. تمام تمام أورايا أوتورالم، هو ما قال له أمري لله هكي هاي عندي. يسأل تكين النادل منو فارم، منو منو تعرفوا شو يعني منو، القائمة تاعت الطعام، منو هي كلمة فرنسية أصلا، منو فارم هل يوجد منو، هل يوجد قائمة طعام منو فارم. فيرد عليه الجرسون شيمدي جيتريورم، شيمدي جيتريورم هلا رح جيبه، شيمدي جيتريورم، شيمدي جيتريورم. هلا اجى دور اصدقاء تكين. تقول ليلى بورس تشوك جوزال بيرير، عجب المكان، فبتعبر عن اعجابها بالمكان فبتقول بورس تشوك جوزال بيرير، بورس تشوك جوزال بيرير هذا المكان جميل جدا، بورس تشوك جوزال بيرير. يجيبها تكين evet güzeldir ben buraya çok geldim، ben buraya çok geldim her defasında çok güzel yemekler yedim، yemekler gerçekten güzel. evet güzeldir ben buraya çok geldim her defasında çok güzel yemekler yedim، yemekler gerçekten güzel. نعم إنه جميل، أنا جيت لهون كتير، في كل مرة أكلت أكل طيب، المأكولات هون لذيذة، لذت لي كتير طيبة، جارتشكتان حقا. هلأ إجا النادل وجاب المينو بورن مينولار، بورن مينولار تفضلوا المينو. هلأ تكين بيسأل أصحابه بيقلهم evet ne yemek istiyorsunuz؟
Ne yemek istiyorsunuz? Şu abel kontaklıya bir. Evet. Ne yemek istiyorsunuz? Gamze bedha samak. Ben balık yiyeceğim. Ben balık yiyeceğim. Yiyeceğim hay lahce şabiye. Yiyeceğim hiye el fusha. Ben balık yiyeceğim. Ercan bisel. Balıklar taze mi? Balıklar taze mi? Yani hel el esmak tazaca? Balıklar taze mi? Akid el nadil avul garson yujib. Taze, taze efendim. Akid taze. Tabi, taze efendim. Tarud gamze. Fetakul. Tamam, ben bir palamut alıyorum. Ben bir palamut alıyorum. Hol maksud bil bir vajbe yani. Vajbet palamut. Yani ana bakhud vajbet palamut. Ve palamut kuliyatna bnaarif inno huve nu'a min anwa' samak tuna. Yani samak bahri. Yu'akib nadil ve yakul. Palamutlarımız çok taze. Dün geldi. Palamutlarımız çok taze. Kir tazece. Dün geldi. Barha ecu. Barha ecu ne yani minel bahar. Palamutlarımız çok taze. Dün geldi. Tu'akib gemze fetekul. Çok açım. Çok açım. Ana cu'ane. İktir. Çok açım. Çok açım. Feyücibuha nadil alel fawr. Ve yakul. Servisimiz çok hızlıdır. Nuhidmatna sari'a. Yani ma bitakhir lakin inşallah fawra rahici. Servisimiz çok hızlıdır. Servisimiz çok hızlıdır. Tes'el Leyla. Meze var mı? Meze var mı? Meze var mı? المزة هي المقبلات اللي الأشياء بتتاكل قبل الأكل. مزة وارمة هل يوجد مقبلات؟ فيرد عليها الجرسون أكيد ما في مطعم ما فيه مقبلات فيقول تابي وار بالطبع يوجد تابي وار طبعا يوجد تابي وار ترد ليلى وتقول مزة ذي كالكان استيورم مزة ذي كالكان استيورم أريد سمك الكالكان ومقبلات طبعا الكالكان هو سمك بحري أيضا هذا اللي بيكون هيك شكله عريض هيك منفوخ هذا نوع من أنواع السمك اسمه كالكان إرجان يقول بندا بالاموت لطفاً بندا لإلي بالاموت لطفاً بندا لإلي كمان بالاموت لطفاً وأنا كمان باخد بالاموت من فضلك هلا نادل يسأل Ne içmek istiyorsunuz? Ne içmek istiyorsunuz? Ne içmek istiyorsunuz? Şu habin tişrabu. Şu abelkun tişrabu. Fetarud Leyla ve tekul beyaz şarap. Leyla bidha beyaz şarap. Şarap abiyad av nebiz abiyad. Nu'an anu'an nebiz. Nebiz abiyad. Beyaz şarap. Feyesaluhan nadil. Yerli mi yabancı mı? Yerli mi, yabancı mı? Yani mahalli, yerli ve la mustavrad, yabancı. Mahalli ve la mustavrad, yerli mi, yabancı mı? Fetekul Leyla, yerli. Yerli, yani mahalli. Mütlüme hakeyna. Yerli, mahalli. İzen Leyla bidha, şarap, mahalli. Yerli, beyaz, şarap. Yes'el ennadil. Sarımsaklı ekmek istiyor musunuz? Sarımsaklı ekmek istiyor musunuz? Hala sarımsak tarif nutum. Sarımsaklı yani bittum. Ekmek yani khibiz bittum. Ekmek istiyor musunuz? Yani bitkon khibiz muhammas ma'tum. Sarımsaklı ekmek istiyor musunuz? Leyla şekleme bithib bittum. Fetekul. Hayır teşekkürler. Sarımsak kokuyor. Yani tum ilo riha. Hayır teşekkürler. Sarımsak ittum kokuyor. Gerçekten kokuyor. لا شكرا الثوم له رائحة بس طيب أما تكين فيبدو أن له رأي آخر فيقول باني استيورم تكين بده ثوم مع الخبز بان استيورم بان استيورم الآن النادل بده يسألهم عن عدد الشراب اللي بدهن إياه فبيقول كاتش تاني شراب استيورسونوس يعني كم قنينة شراب أجيب لكم كاتش تاني شراب استيورسونوس
كم تريدون من النبيذ؟ يعني كم وحدة؟ كاتش تاني شراب ستيورسونس. فيريد إرجان الإجابة، طبعا أكيد إرجان هو اللي طلب النبيذ، فبالتالي هو اللي راح يجاوب. فيقول إكي شيشة، إكي شيشة، الشيشة هي الكنينة أو القارورة، فإكي شيشة يعني علبتين أو كنينتين، إكي شيشة أو إكي تاني، فيه يقول إكي تاني ما في مشكلة، إكي شيشة أو إكي تاني، والتاني هي تعبر عن العدد. يجيب النادل تمام همن جيتريورم، تمام همن جيتريورم، تمام سأحضرها فورا. غمزة أعجبتها الموسيقى في المكان، فتقول غمزة موسيقى çok güzel، موسيقى çok güzel. وأكيد بعدين أصدقائي إجا الأكل وأكلوا هالقصص هاي، ما رح نكفي فيها لأنه حوارنا بيتعدى لهون لعند المطعم. ولهون نكون وصلنا لنهاية هذا الحوار اللطيف والجميل في المطعم، حوار بسيط لكنه قد يحدث مع أي واحد منكم في تركيا. أخبرني في التعليقات ما رأيك في هذا الحوار وبطريقة تقديم الدروس، هل هناك ملاحظات؟ أتمنى أن أقرأ تعليقاتكم كلها لأرد عليها إن شاء الله في وقت فراغي، مع أنني لا أملك هذا الوقت. محبتي لكم وإلى اللقاء في درس جديد.